خلينا الأول نبدأ بإيه الجديد أو المختلف في تصميم هدايا عيد الحب السنة دي عن كل سنة؟ هو كل حد بيحاول يطلع بفكرة جديدة كل سنة، وأنا بحاول طول الوقت إن أنا ما أجيبش حاجة جاهزة أحط فيها الهدايا، يعني ببعد دايما عن فكره البوكس الكرتون اللي شكله متعارف عليه وعشان احط فيه الهدايا. انا كده ما بقاش مصممه، يعني انا بصمم البوكس نفسه، لان انا بالنسبه لي ان البوكس ده حاجه مهمه جدا زيه زي الهدايا اللي جوه البوكس. فانا بهتم جدا بتصميم البوكس اللي هيبقى جواه الهدايا. فالسنه دي حبينا نعمل حاجه مختلفه، انا كل سنه تقريبا بطلع بحاجه مختلفه كده. فاحنا على طول متعودين على مثلا الخشب الليزر، البوكسات الليزر والخشب اللي هو الموسكي الطبيعي المصري، بس السنه دي بقى عملنا بوكسات فرو. البوكسات الفرو دي مناسبه بقى، حسيت ان هو الشتاء والجو برد والفالنتاين، ففرو على طول. والفرو كمان موضه جدا السنه موضة دي جداً في كل الملابس حتى. بالظبط. بتستوحي بقى الديزاينز او التصميمات بتاعتك منين؟ يعني انا كل سنه كده عايزه اعمل حاجه جديده او تاتش جديد، بعمل ايه؟ والله انا دايما بربط الحدث اللي حاصل بالاجواء، يعني مثلا اللي حاصل ان في فالنتاين جاي في البرد قوي في الشتاء الفظيع، وحسيت كمان ان الفرو طلع ترندي جدا السنه دي، والجلد لان احنا عاملين الفيونكه جلد والورد ساتان والبوكس نفسه فرو، بيتقدم على تري خشب، التري الخشب دي ليزر، فتقريبا انا جمعت كل حاجه في منتج واحد. بس طيب واحنا بنتكلم على البوكس الفرو، يعني انت ما اكتفيتيش بس باللون الاحمر، انت عامله منه بيج كمان. هل بيبقى في اقبال على الوان مختلفه غير الاحمر؟ يعني يمكن الناس ذهنيا عايزه في الفالنتاين يبقى في احمر او تبقى كل حاجه حمراء عشان تميزه عن بقيه مناسبات السنه. مزبوط. فهل الالوان المختلفه زي البيج، زي الاوف وايت، زي مثلا في بوكس توتالي خشب ما فيهوش اي الوان احمر، بتبقى الناس مقبله عليه؟ لان هما بيحبوا الحاجات الجديده، لان طبعا الاحمر ده هو معروف ان هو الفالنتاين، بس حسيت ان انا لو عملت لون فاتح عكس النبيتي اللي هو الاحمر الغامق ده مع الفيونكه بتاعته الجلد اللي هي الحمراء دي، ممكن تعجب الناس. وبعدين انا ربطتها بالاحمر برضو، يعني البوكس الفرو بتاعنا السنه دي بيتقدم على تري لونه احمر، ففي كونكشن كده في الالوان ما بين برضو الاحمر لازم يبقى موجود. وبالنسبه للبوكس الخشب هو طبعا بيتفتح وفي درج كمان جوه البوكس كلها حاجات حمراء، فاحنا برضو حاسين الاحمر في كل حاجه. طيب واحنا بنتكلم على الاوردرز بقى، او ما حد يبتدي يعمل اوردر علشان هدايا الفالنتاين، بيعملها من امتى؟ ابتداء من يوم ايه مثلا؟ هو الاوردرات بدات من حوالي يومين كده. ده من بدري الناس محضره نفسها. ايه اكتر ايتم بتطلب منك؟ يعني ايه اكتر حاجه هو السنه دي علشان الجديد معايا هو الفرو، وهو الناس كلها طالبه الفرو بصراحه. طالبه الفرو، بس في ناس تانية حابه ان هو تبقى حاجه مصمطه زي الخشب. تمام. فينا هي يعني هي أذواق عموما، بس معظم الناس حابه قوي ان هو فكره الفرو، وان هو جانكي كده منفوش شويه وبيتقدم على صينيه وبياخد كميه هدايا مهوله، يعني بياخد هدايا كتير جدا، ومعاه طبعا الباندا اللطيف ده. لا الباندا انا بحب الباندا قوي كمان. طب دلوقتي لا هو البوكس لازم اجيبه بالباندا ولا انا لا مش شرط؟ مش شرط، هو احنا اي حاجه بتبقى عندنا كاستمايز على حسب ما انت عاوز وعلى حسب الميزانيه. فاحنا عملنا حاجات من اول مثلا فئه معينه كده اللي هي الخشب، تمام، اللي هي اقل حاجه. وبعد كده بنطلع شويه اللي هو الفرو، وبعد كده بقى الخشب الام دي اف. طيب احنا عشان نكون عمليين اكتر، يعني ده خلاص البوكس بتاع الهدايا، ممكن بعد كده استخداماته تكون ايه بقى؟ البوكس الفرو ده ينفع لحاجات كتيرة قوي، وبالذات للبنات. زي عاوزين بقى يحطوا فيه ميك اب، يحطوا فيه اكسسوارز، عندها مثلا كذا هديه صغنططه كده ممكن تحط فيها، نوت بوكس، اي حاجه تنفع جوه البوكس الفرو ده، ودي مستو بقى.